عليكم واهلا بكم في قناة لوني كيوتي. اليوم ان شاء الله عملت فيديو عن التوست الفرنسي او الفرنش توست بثلاثة وصفات او ثلاثة طرق. عملنا التوست الفرنسي المحشي بالنوتيلا والمحشي بالمربى، وكمان عملنا التوست الفرنسي السادة. هذه كل المقادير اهي بينا معاكم في الفيديو، بس هنبدأ على خطوات عمل التوست الفرنسي. عندي هنا 4 توست، تمام. هبدأ أول حاجة أوزع النوتيلا على قطعة من التوست، كده وزعت النوتيلا عليها، تمام. وكمان أبدأ أوزع المربى، أوزع المربى على التوست. عندي أنا مستخدم النوع ده من المربى، حلو ما في سكر، كده وزعت المربى على التوست. بعد كده هحط قطع التوست على بعض، كده بيجي توست عندي محشي بنوتيلا ومربى، وهستخدم توست واحدة عادي، تمام. نبدأ بقى، عندي هنا الزبدة هحطها على الطاوة شوية تسخن على بال ما اجهز البيض والفانيليا اللي هو الصوص اللي هغمس فيه التوست، تمام. عندي هنا بيضتين، حطيت بيضتين، تمام. وبحتاج معاهم نص معلقة فانيليا، هضيف عليهم تقريبا ما يعادل نص كوب حليب، هنا هقلبهم كويس لما اختلط الفانيليا مع البيض، كمان يزيد لي شوية من حجم المزيد. كمان بعد شوية اقوم اضيف عليهم الحليب، تمام. ونجيب عندي التوست المحشي ونغمزه فيهم، كده قلبنا الحليب تماما، خلاص حطيناه في صينية كده مربع عشان تساعدني اني انا اغمز عليها التوست بسهولة. كده غمزت التوست على الجهتين واتأكد انه تشرب التوست كل الصوص بتاع البيض، واشيلها احطها على الطاوة اللي فيها الزبدة، كده شايفينها خلاص. بعد ما استوت تقريبا على الجهتين نضغطها كويس بس اتأكد انها استوت. ده شكلها كده، دي سقيناها بشراب الشوكولاتة، وعندي بتاعت المربى ده الحين هتظهر عندكم، دي بالمربى رشينا عليها سكر بودرة. وعندي التوست العادي برضو حطيت على الطوة وحمرتها من الجهتين، وحطيت عليها فول سوداني وموز، أنا بحب دي أكتر واحدة. ويعجبكم، أتمنى أنكم تجربوا الفرنش توست. الفرنش توست جدا حلو، هيحبوه أولادكم، هتعودوا عليه كتغيير ممكن تعملوه لأولادكم في الفطور. وما تنسوا تعملوا لي اشتراك في القناة وتابعوني على مواقع التواصل الثانية اللي هتيجي نازلة عندكم الآن بالفيديو.